لقد فرض الله الصلاة من 7 سماوات، فالصلاة هي عماد الدين وفوائدها عظيمة للإنسان، وأثبتت الدراسات فوائد كثيرة تعود على المرأة الحامل وعلى الجنين بالنفع. فالصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة، ويجب الحفاظ عليها، وذلك عملا بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأركان الصلاة تشتمل على العديد من التمارين اللازمة جدا لصحة الحامل والجنين. فأطباء الغرب أوصوا السيدات بضرورة ممارسة التمارين الرياضية والتي تتشابه مع وضعيات الصلاة، معتبرين ذلك سبق طبي، لكن الإسلام سبقهم في هذا الأمر، فرضا الصلاة على كل مسلم ومسلمة. ومن الإعجاز في ديننا الحنيف إعفائه للمرأة من تلك الفريضة العظيمة وقت الحيض والنفاس، محافظا على سلامتها، وتترك الصلاة العديد من الآثار الإيجابية المفيدة للمرأة الحامل، فهي تعمل على تجديد وتنشيط الدورة الدموية. بالمحافظة على الصلاة تستطيع الحامل تجنب أعراض هبوط الدورة الدموية، حيث تعمل على ضخ الدم بطريقة مثالية لعضلة القلب ومن القلب لباقي أجهزة وخلايا الجسم، وصولا لضخ الدم للجنين بصورة صحية ونموه بطريقة طبيعية. كما تعمل الصلاة على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الحامل الاضطرابات الهضمية المصاحبة للحمل، مثل الغثيان والقيء والانتفاخ والإمساك والعديد من مظاهر اضطراب الأمعاء، فإن لم تمنع تلك الأعراض قللت من حدتها. كما تمد الصلاة المرأة الحامل بالقوة والمرونة. الصلاة تغني المرأة الحامل عن ممارسة أي رياضة أو تمرين، فتكرار الصلاة يكفيها لشد عضلاتها وجعلها أكثر مرونة. فممارسة التمارين الرياضية تعمل على تقوية عضلات الحوض، كما تعمل على شد عضلات البطن مما يقيها من ترهلات عضلة القلب بعد الولادة. ومن فوائد التمارين الرياضية والتي تغني عنها فريضة الصلاة سرعة شفاء المرأة بعد الولادة، لأنها تعمل على التقليل من آلام عملية الولادة. وأهم فائدة تعود على المرأة الحامل من أدائها لفريضة الصلاة تهيئة المرأة بنسبة كبيرة للولادة الطبيعية وتجنبها الولادة القيصرية، والتي تعود على المرأة بالكثير من الأعراض الجانبية ولها عدد من المخاطر. فعند حركة الركوع والسجود يندفع الجنين في مساره الطبيعي، مهيئ نفسه للولادة الطبيعية. والجدير بالذكر أن حركة الركوع والسجود تعمل على تدفق الدم بغزارة في الرحم، مما ينتج عنه وصول الغذاء للجنين، وذلك بصورة طبيعية تمكنه من النمو بطريقة صحية. وتتعرض المرأة الحامل للإصابة بدوالي القدمين نتيجة ثقل الحمل، ولكن أدائها لفريضة الصلاة يقيها الإصابة بدوالي القدمين، وتعد الصلاة غذاء للروح. كما أن فريضة الصلاة تعمل على تهدئة النفس وتخرج الفرد من الضيق وتزيد من ثقة الإنسان بنفسه، بالإضافة إلى دورها في رفع المعنويات. كما تقي المرأة الحامل من الإصابة بالاكتئاب نتيجة التغير الذي يطرأ على هرموناتها. وعلى الرغم من النفع الذي يعود على المرأة من أداء فريضة الصلاة، إلا أن إعفاء الحائض من الصلاة لم يأتي عبثا، فعند قيام الحائض بالصلاة يؤدي ذلك لشدة تدفق الدم في الرحم، ومن ثم فقده مع دم الحيض، مما يؤدي لفرصة حدوث نزيف وفقد المرأة الكثير من الدم مما يلحق بها الأذى، وهو ما يضرب بالعديد من أجهزتها كالكبد والطحال. فديننا وضع لنا ضوابط وأسس حياتية نسير على خطاها ونهتدي بهداها، فما فرض الله شيئا إلا وبه نفع للبشر، وما منع عنا شيء إلا ليقينا من الضرر.